النادي المصري ببورسعيد، أحييكم وأتمنى أن نسعد جميعا بلقاء هام في نهاية الأسبوع السابع للدوري العام الممتاز بين النادي المصري البورسعيدي والنادي الأهلي. بيمثل النادي المصري سامبا فال لحراسة المرمى، عادل أبو الدهب، بركات إبراهيم المحمدي صالح، هشام حمزة أمام بركات، عصام ربيع أمام هشام، ثم طارق الصاوي وأحمد مصطفى وسيد عيد ومحمد السيد اللي هو محمد الأسيوطي وعلي الشحات لخط الهجوم، بدلاء النادي المصري علي يحيى، محمد منصور، إبراهيم المصري، علي السيد، طلعت منصور. أما فريق النادي الأهلي اللي بيمثله النهاردة أحمد شوبير لحراسة المرمى، أحمد أيوب أمامه، حمادة يونس ومشير حنفي، ثم ربيع ياسين ومحمد يوسف، عبد الحميد فتح الله، بدر رجب، أسامة عرابي. أما خط الهجوم فمحمد عبد الجليل وعمرو أنور، عمرو أنور، بدر رجب، مشير حنفي، عصام ربيع، أمامية طويلة محمد الأسيوطي ماشي بيها بلعبة جامدة بره الملعب، محمد الأسيوطي، أدي محمد الأسيوطي بشوطها في الزاوية الضيقة، طارق الصاوي، طارق الصاوي لسيد عيد، سيد عيد بيخطفها من قدامه عمرو أنور، لما ياخدها تاني سيد عيد وروح له جول، طلع شوبير بيلعبها تخبط شوبير بيحطها بدماغه على طول، علي الشحات لما تطلع بره الملعب ضربه ركنيه، يمكن أخطر كورة مع بداية الشوط الثاني اللي شفناها دلوقتي، يسعده انتصاراته وبيحزنه هزيمته، بيمشي بيها احمد مصطفى بيلعبها عاليه وتفوت في ايد شوبير، فرصه ثانيه طبعا توقيت شوبير سليم، هنشوفها ايه مره ثانيه عاليه، هنشوف شوبير بيتحرك ازاي، محمد الاسيوطي طلع منصور بعد 7 دقائق بيلعب، السيد عيد أمامية طويلة طلعت، طلعت منصور بيلعب على طول، طارق الصاوي بيفوت، طارق الصاوي بيفوت بيطلع أحمد شوبير، برافو يا أحمد، بيلعبها لأسامة عرابي، وأمامية الحسنين وعالية
يمشي بيها عصام ربيع وعليا. كرة حلوة حلوة من أحمد مصطفى وأحمد شبيه. يا أحمد مصطفى هنشوفها مرة ثانية. لعب الكرة عالية. بيطلع بيلعبها على طول ويطير. محمد يوسف بيلعبها طويل عالية لطارق خليل. ترجع ياخدها أحمد مصطفى. بيجري معاه باب. لعبها طويلة. بيجري معاه مشير حنفي. بانتهاء لقاء المصري والاهلي واللي انتهى بفوز النادي المصري بهدف للعشيه احرزه احمد مصطفى بعد 21 دقيقه.